كلادة؟ ساعات كنت فين كلادة؟ ما ترد على الحاجة، وإلا كنت فين؟ اشتغلوني أكتر، اشتغلوني، فهمونك ما تعرفوه. ما نعرفش إيه يا أخوي، هو في إيه؟ في إيه يا أم سعاد؟ في إنكم لبستوني عمة صح يا عم الحاج، ألوصتوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجل في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا أخينا أنت، أقف مع أبوك واتكلم عادل. لم قلت لنفسكم شوية بقى، ولم بنتكم بدل ما تلم بلاقيكم على الناس المحترمة. الكلام ده بقى دول لروحك مش ليهم. سيبهم بقى يا أخي في اللي هم فيه. مش كفايه متجوعمين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيتداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هستحمل هم والقرف اللي انا فيه وخد اللي راجل، ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي، بس انت بعت نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرجي انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ نسيتي اجيبك منين؟ شمال يا زباله انت بتتوه ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه؟ بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميتلي زي الكلبة الجربانة اللي مش لاقي حتى عظمة تأكل بيها الغلابة دول. انت اللي عرفتني سكة ام سامية دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشية عدل ولا حتى ماشية شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجة. انت والجوع بقيت عليا لغاية ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانة اللي تاكل من وراها اجتهد وحلال. وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟